هذه كرة خطيرة يا 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 حارس حارس المرمى كاستراتي غادر المرمى حارس المرمى ولم يعرف كيف يعود له وأكمل إمبو للهجمة ووضعوها في المرمى وافتتحوا التسجيل عن طريق كابوتو على ما يبدو. فرانشيسكو كابوتو هو صاحب الهدف لكن على ما يبدو يكنى بين الجماهير تشينشو كما أعلنت المذيع عن اسمه، ولكن شوف هذا الخطأ من حارس المرمى وكأن حارس المرمى بالفعل الكرة لم تكن بهذه الصعوبة، فهل مركز حارس المرمى يشكل ثغرة كبيرة؟ الحارس هو الذي يلام بالدرجة الأولى. تشيتاديلا ومحاولات التعادل لازالت قائمة، هذه كرة عالية فرصة والتعادل التعادل تشيتاديلا يتعادل تشيتاديلا يتعادل كرة مرفوعة من اليسار لكن هل لمسها المهاجم؟ هل لمسها المهاجم؟ ننتظر طبعا يعني الهدف من هو الذي سجله. إذن بالفعل ما كان يخشاه زانيتي تحقق، هذه الكرة العرضية المرفوعة من اليسار لم يلمسها لم يلمسها اللاعب ماجراسي اللاعب ماجراسي لم يلمسها ها وارتقى ممكن يكون لا يعلن أن صاحب الهدف هو اللاعب رقم 8 فرانشيسكو أمانوتشي. أمانوتشي يتعادل إذن لتشيتاديلا والمباراة تعود وتصبح كرة على جهة اليسار كرة عالية خطيرة بالرأس فيها خطورة فيها خطورة في ثاني لا 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 لا, لا فعلها تشيتاديلا فعلها وقلب الأمور رأسا على عقب. ما هذه الإمكانيات الرائعة لماجراسي في الكرات الرأسية ماجراسي 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 طويل القامة طويل القامة ماجراسي يلعبها على يمين الحارس الذي لم يحرك ساكلا وتشيتاديلا الذي كان مغلوبا ها هو يمضي ويقترب من الصعود إلى الدور الثاني لكأس إيطاليا. أولو 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 ما هذا فعل هذا اللاعب ماجراسي. الهدف الأول قلنا الكرة لا تلمسه، الهدف الثاني أكيد هو من وضعها برأسه. ها هي ها هي شوف اللاعب شوف كيف اللاعب ارتقى ارتقى ها هو ماجراسي وحارس المرمى حارس المرمى يعني كابريلي ما هذا لازم يتابع الكرة بشكل صحيح وأعتقد أن هذا ليس شيئا جيدا بالنسبة لحارس مرمى جديد يتابع الكرة بهذا الشكل وهي تدخل مرمى. إمبولي هدف تشيتاديلا هدفان الأمور تزداد صعوبة وتعقيدا مع فريق إمبولي فريق السيريا يوم أمس طبعا